انت لي بال بروميير مي طون دوزيام مي طون كيف نادي الفريق عموما اليوم اداء ونتيجه صحيح الحمد لله كله فضل مع عند ربي قاعدين نعطيو في مجهودات كبيره ان شاء الله نقعدوا في النيفو هذا ونحسنوا مخير ان شاء الله بالعمل وبالخدمه مازلت برشا خدمه السنه فينا برشا حاجات لازمنا ناقصين معنا لازمنا نصلحوهم وان شاء الله ربي معنا بونتويت مخدومين بون البونتويت الثاني تفكت الكره اما نحسبوا البريسينغ العالي نتاعكم والبونتو الاول خاصه في خدمه في الوسط هي كيفاش نقول لك ذاك البوان فورم تاعنا نلعبوا عليه قاعدين نستغلوا في المساحات اللي خليهم المنافس قاعدين نخدموا في الكره مليح وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب كما هكا ان شاء الله ديما هذه الفريق الاول توا في الكلاسمون وما نصورش كان يحب يفرط في البقعه هذيا مسؤوليه كبيره للملاعبين بيان سور لازمنا نتحملوا الوضعيه نتحملوا المسؤوليه نتاع الشعار اللي لابسينه لازمك ديما تكون فوق ديما تكون في نيفو باهي لازمنا نحافظوا على المركز الاولاني توا الحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله ان شاء الله خويا ان شاء الله عليا كان نخدم هي الحل الوحيد باش كل حاجه باه تجي كيب ناسيونال والا في الكلوب نكون عاطي روندمون اللي تستنى مني العباد فيه الحمد لله قاعد موفق انا البريود هذه عليا كان زيد نخدم مازلت بعيد انا في مخي نحب نوصل المخير نحب ديما نحسن من روحي ما عملت شيء ان شاء الله القادم خير يا راي الجمهور ذاك نقطه القوه نتاعنا ديما معانا ديما يدز ديما موجود ديما حاضر بكثره ربي يخليه لينا.